سنلتقي الآن مع أحد اللجان المقيمة في هذه المنطقة التي هي اللجان المدنية طبعا تحفظ وتحرس هذه المناطق من السرقة ومن النهب. تفضل حجي. السلام عليكم. الله يعطيكم العافية. شو صار المدرسة هون؟ والله كان قبل اليوم كان في عندنا دوام مدارس علم أولادنا. ثاني يوم غارت طيارة وقصفت ركضنا رانا لقينا البناء متهالك والضرب هذا بالطيران يعني عم يقصفونا مع أطفالنا مدارس هاي مدارس لأطفالنا لا المدارس إلها علاقة بال كما يدعي الطاغية بشار الأسد وأزلامه بأنه هاي بكر للمسلحين هاي الأطفال عم يتعلموا هلا بفرجيك الكتب والأوراق والأقلام تبعهم وبعض جوافيتهم اللي شرحانين من البرد حطوها هون فما بعرف يعني هل يعني هل الجمرة الحاكمة شو دخل المدرسة والله نحن حاليا بالحال ما صارت أنا آثرت إنه أحمي ممتلكات العامة مدارس هاي وأغلبها تبرعات ما من بشار الأسد ولا من ظلمه بتبرعات أهالي الكمبيوترات نحن نتبرع فيها الأهالي البرادي التدفئة المازوت أغلب العالم أهل الخير محتاج منهم من نساوي مثلا برادات لشرب المياه النظيفة من ناخذ التبرعات من المواطنين مشان يشرب الطالب مي نظيفة معلم انه ما بيهتموا بالموضوع بنوب النظام خزاناتنا فرجيك ياها متهالكة نحن هلا فرجيك بعض مدرسة هني مساوين لهم برادات وخزان خاص لمي لشرب نظيفة رافعين عم نسوى وهيك اجت طيارة ضربت وربا حميد الحمد لله ما كان في اطفال كنا نحن بعض الحي من برا أكل هذا اللي جرح وهذا اللي ضرب برجله وهذا الأشجار هلا كانت أكثر من هيك بس الأهالي عم تدفى فيها الحمد لله المازوت قطعوا عنا الغاز كهرباء مضروبة ما عم يصلحها أسلاك يعني ما بعرف بده يموتنا بالحياة ليش ما بنعرف يعني كلمة حرية قلناها وحقنا اللي أنا زلمة عمري 52 سنة لهلا بلا راتب شو بدي اقول لك لا تعب أقسم بالله العظيم إنه هذا من مسجدنا ما من بشار الأسد والله والله تكون من جهتنا تبرع والله العظيم أرواح من جهتنا من جهة الرئيس على حسابنا والله من جهة الرئيس على حسابنا الجهة ما تبرع المال من احنا بنجيبه بنأمنه مشاهد الجهة نحن بنأمنه هيك الصاروخ تفضل هذا بالكامل في أمة بالعالم يا حكام العالم معقولة مسلح يقعد هون؟ ليك الكذب؟ يا أخي طلع جيب الأنقاض أنا متحدث أوباما وكل الزعماء العرب والأجانب يطلعوا داخل سلاح وحدة هي أنقاض هي أنقاض أنا مستعد واحد بثمان وأربعين ساعة حراسة عليها ويجي يدوروا يبعثوا وما مستعد تدور أنت في رسالة وحدة كلها تبع مدارس أطفال الله يسلم منك تفضل شو جربك؟ مدارس أبنية سكتية للعالم لن مسلح واحد ما بيحسن يقتل ما بينا بتابع على الشعب شوف تفضل هذا برنامج للمسلحين للعصابات كما يدعي عربي أشغال اجتماعية علوم هذا بشار الأسد هذا من العالم اللي عم تدعم العالم شو من الاطفال شو جمع؟ ايه بدنا نتعلم على السجاير على قولنا السجاير على قولنا طلع في طاعة محمد هي عسكرية هو بيشاف الجوار اللي بتقاعدهم حتى تسجل المدرسة هيدا مع اطفال هيدا تبع مسلح شو من واحد رابط هيك بكتب لك يا اخي هلا عنا لك هلا على الكرسي لك ما بدك يا لك يا اخي شعب بده حريته لك نبحنا والله ست سنين صار ما اشتغلت لا انا ولا اهل بلدي الله يسلم منه
فليسوها كان العالم فليسوها كل المطلع كل المطلع.